في هذا الحجر الصحي انا علمني واحد الاشياء. هو اولا كنحمد الله واحد الولد كان عندي بعيد وكنا تجمعنا، فالاسره لما تجمعات راه التلاحم ديال الام مع وليدتها كيخليك تبدع بلا والو، كيخليك تقول شي اشياء بلا والو. ولكن الحمد لله انا كان الحجر الصحي في البدايه كان عندي شويه صعيب، ولكن الحمد لله لما حاولت نمسك النفس ديالي ونرجع لله سبحانه وتعالى بالذكر والشكر والدعاء، لان ليس لنا الا الدعاء ان شاء الله، لان الدعاء كيقول الله ادعوني استجب لكم، واسمحوا لي لان ضروري كتجي هذه الكلمات ان شاء الله. فالتالي انا كنت كنسمع جدتي كتقول لي مره مره عمل شي دوره في الركاني ديالي. فانا لما طلعت لواحد الدار عندي لقيت واحد كرتون، فهذاك الكرتون هو كان المتنفس ديالي، كان المتنفس ديال داكشي اللي كنت كنشعر به. فقلت كان عندي العقيق في الفاز وكان عندي الكرتون، فقلت ولا بد انني خصني هذا الكرتون يكون هو المتنفس ليا في هذا الحجر الصحي. فاول لوحه سولت وسمعت بان هذا المرض كيجي باليد باللمس، فحاولت انني ندير في الطابلو ديالي اليد ونرسم، لان كنت كنسمع برا كاين ماتوا الناس، الله يرحم الموتى ديال اي واحد مات والله يكون ولي ونصير للاهل ديالهم. فلما كنت كنسمع رسمت اليد ورسمت بان هذا الوباء راه كيجي عبر الشارع. ولهذا كان لما كيناديو الوليدات والجمعيات والشرطه والرجال الامن والسلطات المحليه كيقول بقاو في داركم، فكان ديك الهاجس كنقول هذا الشيء ربما ما يكون سهل، ربما لان بالكثره اللي كدوز ربما هذا راه وباء يقدر يصيبنا احنا وليداتنا. فالحمد لله هذه بعدا وحده من فضل الله، لان تفهمت الامر وخديت الحجر الصحي. وانتم كتشوفوها الطابلويات كلهم درتهم في الحجر الصحي، والله كل مرسم طابلو من الطابلويات الا كيكون البال ديالي مرتاح والحمد لله. كيكون الحمد لله بالفضل الله سبحانه وتعالى ان هذا الحجر اعاد علي بالخير والحمد لله. فكنبغي نبعث بهذه الصور، كنبغي نبعث للنساء المغربيات، فهناك امل الحمد لله. المغربيات معطاءات، المغربيات من المخترعات، فاحنا كنشوفوا انهم تألقوا كثيرا في هذه الحمله، وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يكون معهم ولي ونصير ويشافيهم ويعافيهم من هذا الوباء. بالنسبه للمواد اللي استعملت، العقيق والكرتون، والعقيق والكرتون واحد السفيفات كانوا عندي في الدار هما اللي حاولت انني نكمل بهم الالوان ديال اي لوحه من اللوحات اللي حطيتها. فهادو هاد الاشياء كانت عندي موجوده في البيت، بحيث صنعت منها هدايا لوليداتي. كل ما كان شي عيد الميلاد وهذا انني كنصنع له لوحه، لان بالحجر الصحي ما يمكنليش نخرج، وكان لي واحد الصدى طيب في القلب ديال وليداتي. وبالنسبه للولد ديالي سبحان الله ما كتب ليش على اننا نفرحوا معاه، لان خد الجائزه الاولى في الشعر في لونجلي. فلما هذا الحجر الصحي حتى هو درت ليه لوحه وهديتها له هديه، وكنتمنى من عند الله سبحانه وتعالى هذه رساله للامهات، راه رجعوا الاخوات لذاك الاشياء البسيطه اللي يمكن لها تفرح. كنبغي نشكر جميع المغاربه. قلت الفيديو كنت غنحتفظ بهذه الصور، فاذا قلت علاش ما نشاركش لكافه الناس نشاركهم بهذا الفيديو، والحمد لله كان ليه واحد الصدى بحيث عجب الناس، وهذه وحده من فضل الله سبحانه وتعالى. انا كنهدي هذه الصوره للطاقم الطبي اللي وقف مع هاد المرضى، وكان في العون ديال هاد المرضى، ونطلب الله سبحانه وتعالى جميع ما نوقف من بعيد او قريب
أن الله يحفظه بحفظه المبين. ولهذا ما نسيتش خوتي الأطباء ودرت هذه اللوحة وكنهديها لهم، ونتمنى من عند الله أنهم يتقبلوها مني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.